الجامعة الجهوية السادسة اللي تتعاقد اليوم بالخميسات بجهة ديال الرباط، الخميسات، القنيطرة. الهدف منها هو تقييم السياسات الترابية ومدى إعمال مقاربة النوع والمساواة والمناصفة في السياسات الترابية، لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الجهوي. هذه سادس جامعة اللي تتنظمها فيدرالية رابطة حقوق النساء، واللي تدخل في مشروع كبير اللي هو مشروع أنوار من أجل تعزيز المشاركة والقيادة السياسية للنساء ما بعد دستور 2011، الذي ينص في فصله 19 على المساواة التامة ما بين النساء والرجال، وكذلك على إحداث آليات المناصفة. إذا هذه الجامعة السادسة اللي تحضروا فيها فاعلين سياسيين وجمعويين ومؤسساتيين على مستوى جهات الرباط، سلا، القنيطرة والخميسات. طبعا سنقوم بتشخيص وبمداخلة حول وضعية مقاربة النوع والمساواة في هذه السياسات، تقييمها والخروج بتوصيات من أجل تتبعها والترافع على مستوى محلي وجهوي مع الفاعلين المؤسساتيين ومختلف الفاعلين. سنقف أيضا على مدى مأسسة هيئة تكافؤ الفرص على مستوى الجامعات المحلية وأيضا على مستوى الجهة، ولمعرفة خطط عملها ومستويات عملها المختلفة في مجال إقرار المناصفة والمساواة ومقاربة النوع. طبعا هذا الشيء في إطار استراتيجية وطنية لتتهدف التفعيل ديال الدستور والمناصفة أيضا، ومأسسة ديال هاد اللجان اللي صدرت في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية والمجالس الجهوية، وأيضا على مستوى الأحزاب السياسية، لأنه إلى جانب الندوة حول السياسة الترابية هناك تكوين خاص بالشبيبات الحزبية أيضا على مستوى الجهة من مختلف مناطق هذه الجهة، واللي تيروم تعزيز القيادات الشبابية في مسألة المشاركة السياسية ومقاربة النوع والمساواة ما بين النساء والرجال. هذه الورشة حول القيادة من أجل التغيير تستهدف أنه الشباب وشابات منضوون ومنضويات في أحزاب سياسية. الهدف من هذا التكوين هو أولا تعريف الشباب والشابات بالقيادة كأسلوب للتأثير، وكأسلوب للتأثير لإعمال كل ما يتعلق بالمبادئ المساواة والإدارة الرشيدة داخل التنظيمات الحزبية والدفاع على القضايا ديال المساواة، كذلك أنه تمكينهم اكتساب مهارات لتأهيلهم وجعلهم قادرون وقادرات على القيام بأدوار قيادية داخل التنظيمات الحزبية في علاقاتها بالمساواة والإدارة الرشيدة وكل ما يتعلق بالديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية للنساء. هذه السلسلة من الورشات التكوينية أفقها هو تنظيم جامعة وطنية من طرف الفيدرالية. هذا اليوم قمنا بهذه الجامعة النسائية بتنسيق مع الرابطة فيدرالية رابطة ديمقراطية حقوق النساء. البرنامج كان جد حافل بمجموعة ديال المحاور اللي كتهم التمكين السياسي للنساء والمشاركة ديالهم في الفضاء العام. المداخلة ديالي اليوم كانت على عبارة على قراءة نقدية لقانون الأحزاب المغربية، قانون رقم 1129، اللي جاو فيه واحد جوج البنود مهمين كينصوا على ضرورة تأسيس لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، وضرورة تعميم وتوسيع المشاركة النسائية داخل هياكل الأحزاب. القراءة اللي قدمت بأن الأحزاب ما استجبتش صراحة بواحد الشكل فعال مع هاد البنود هادو، لأن مجموعة ديال الأحزاب لحد الان ما اسستش هذيك اللجنه ديال المناصفه وتكافؤ الفرص، وكاينه بعض الاحزاب قليله اللي اسستها، ولكن يعني اسستها يعني بشكل يعني عددي فقط، يعني الفعاليه ديالها باقا ما تنزلتش مزيان على ارض الواقع. وهذيك اللجنه في الحقيقه راه المشرع المغربي ما حط هذيك الالزاميه ديال ديك اللجنه الا وعندها مجموعه ديال الغايات، مجموعه ديال الاهداف غادي تحققهم، منهم يعني التغيير ديال السلوك السياسي داخل الحزب، الترافع على قضايا النساء داخل الحزب، تشجيع التمثيليه ديال المراه داخل الهياكل ديال الاحزاب على المستوى الوطني، المستوى الجهوي وحتى المستوى المحلي، وايضا مساعده الاحزاب والمساهمه معها في بلورات مواقف ايجابيه ومتطوره.